أهلا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف غبت عنكم كثير ولأسباب شخصية، ومش يعني سبب شخصي ذاك الزود. أنا الحين مش في ألمانيا، أنا في هرقيسة في الصومال، شمال الصومال. الوضع هنا تمام الحمد لله، والله يجعله كذا، يعني ما يجي لنا هالمرض إن شاء الله هنا. أخ الشايس موسكيتوس سن überall مان، das nervt mich. يا المهم، موضوع اليوم أبغى أتكلم عن كيف تصيري أنثى. أنا أصلا ما كنت أعرف إنه هذا الشيء في حد بيتعلمه، والله العظيم إلين ما شفت في يوتيوب فيديوهات كذا في الاقتراحات، وشفت شنو بعد في مدربات. او ماي جود، لا انا ما احب الحشرات، ما احب الحيوانات بشكل عام. المهم يا فانا استغربت لاني سالت نفسي بالله في ناس بيتعلموا ايش يعني انثى. انا was like okay وردة try it، انت بعد جربي حظك وشوف كيف الناس يتقبلوا شرحك لهالموضوع. لما انا سألت نفسي كيف في بنات بيتعلمون الانثى، يعني اكيد بعد في ريايين اللي بيتعلمون شيء يعني معنى الرجوله اكيد يعني. ف يلا بسم الله ونبدا. الأنوثة شيء الله معطينا إياه، أنا ما راح أدخل في فلسفة المقدمات وكذا. الأنوثة شيء الله معطينا إياه، وهي تخرب لما الأم اللي جابت البنت ما تعرف شيء عن الأنوثة. يعني الأنوثة تخرب لما الأم اللي تربي البنت بطريقة غير سليمة، بطريقة نابعة من، أنا قاعد طالع مكان عشان أركز في الكلام، بطريقة غير سليمة. شنو أقصد؟ يعني أنا أقصد إن يعني لما الأم معصبة أو لما الأم مرة مسالمة، يعني يا إكستريم يا يعني يا الأقصى، يعني مرة معصبة وتتنرفز بسرعة، أو يعني أم مرة مسالمة وتبي تقنع نفسها أو تقنع عيالها إنها هي أم مرة مثالية وتخلي أولادهم يعيشوا حياتهم بس ما تعلمهم عادات وقيم الإسلام. هذه هي، هذه نقطة، يعني هذا السبب من الأسباب ليش الأنوثة تضيع. الأنوثة تضيع كمان لما البنت تتزوج بدري، و لما البنت تتزوج بدري وهي اصلا مش فاهمه نفسها ولا جسمها ولا الرجل، وبعدين فجاه تلاقي نفسها انها ام وزوجه. يعني لما تفتح الحياه تلاقي نفسها انها هي او ماي جاد ام ا مام، لايك او ماي جاد ام ايم ا وايف، like what does that mean؟ يعني أنا شو معناته يعني إنه أنا الحين صرت أم وزوجة؟ فهي مش فاهمة، فتحاول تبحث عن عن هالشيء، يعني شو يعني أم، شو يعني وظيفة، تروح تسأل عماتها، أمها، تروح تسأل وتستفسر، وما راح تلاقي الجواب المقنع لها. أنا صراحة مش مدربة ولا شيء، بس الله عطاني شوية علم يعني. فمدام كل واحد قاعد يسولف عن هالموضوع قلت خلنا نسولف، إن شاء الله يعجبكم رأيي وإن شاء الله يعجبكم كلامي، وإن شاء الله أقدر أجاوب على أسئلتكم. أنا مرة واثقة من نفسي والثقة بالله سبحانه وتعالى. يعني المهم، فتيجي البنت هذه ما تلاقي الشخص المناسب لها اللي يساعدها في هالرحلة، لأنه هي أصلاً في النهاية رحلة. أنا أم، شو يعني أم؟ شو وظيفتي؟ شو مهمتي؟ شو أسوي؟ أنا أم، أنا زوجة، كيف أتعامل معه؟
شبي مني، شو اسوي له لما يعصب؟ هذه هي. فكذا تضيعي فيها الأفكار هذه، الدوامات هذه اللي ما تلاقي لها جواب. أنا قاعدة في فندق وقاعدة في الممر، خلنا نقلب الصورة. المهم أنا قاعدة، خلنا نعدل الحجاب أرجع لكم، خلنا نسيب السماعات، نشيل السماعات. أفضل بكتير. هذه هي الأشياء اللي تخلي الأنثى تضيع وما تعرف شو مهمتها في هالكون كله. والمجتمع بعد يلعب دور، يعني إذا تربيت في دولة عربية أو دولة صومالية أو دولة باكستانية أو دولة هندية، كل واحد عنده كذا معتقداته الخاصة، وتفرض الدولة على الأنثى إنه تعيش بهالنمط. هذه بس مش الأنثى تروح فقط، هذا أنت كيانك كله بيضيع. شيء اسمه استقلال نفسي ما في، ماكو، مش موجود. شيء اسمه مش موجود. فأصلا لما الإحساس بالأنوثة والفكر الأنثوي يضيع، بالتالي أوتوماتيك يعني تلقائيا ما عندك شخصية، يعني وتكون شخصيتك مهزوزة، مش يعني تشكي بكل شيء تسوي فيه، هل هذا صح؟ هل هذا غلط؟ طب أنا شو أسوي؟ ولو حد أعطاك انتقدك، يعني سواء كان انتقاد بناء أو نقد بناء أو كان نقد أي من كان، يعني تصيري خلاص رحت فيها. وهالإحساس هذا يجذب لك أشياء كثيرة، مش بس ثقتك بنفسك تروح، لا، حتى في أمراض جسدية بتيجي يعني بسبب هالأشياء هذه، لأنه هرمونات كلها يعني فوق تحت، أوكي؟ وبعدين ما تعرف تتصرفين في المواقف، هذا يعني أسوأ شيء، ما تعرف تتصرف في المواقف. على فكرة الكلام هذا مش فقط للأنثى، هم للرجل اللي ما يعرف شو يعني رجولة، لأنه في أشياء غلط تصير في أفكارنا، في فبالتالي ننفعل أو ندير ال شو اسمه اللحظات غلط، أوكي. الأمراض اللي أتكلم عنها العضوية، أول شيء تيجي أمراض نفسية بعدين عضوية، يعني راسك يعورك، النوم مش معتدل متوازن، الأكل مش متوازن، يا ما تاكل يا ما تاكلين، الوزن على حسب الدي ان اي مالتك يعني فوق تحت. اذا تبون الحل اكتبوا تحت وردة، قولي لنا واشرحي لنا اكثر وكلمينا اكثر. انا اكتفي بهذا القدر، وما راح اقطع عليكم مره ثانيه. انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما راح اقطع عليكم مره ثانيه. اكتبوا لتحت وسبسكرايب، وكمان اتمنى انه المقدمة عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم بكرة او بعده في موضوع جديد. امين، اقصد نفس الموضوع بس راح نفصل شوي، يعني راح ادخل بالتفاصيل شوي in details. So good night all of you and good morning يعني إذا طلعنا الفيديو باشر. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.